أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: من أظهر المعصية ولا يصلي مع جماعة المسلمين وأحيانا لا يصلي، هل يسلم عليه؟ وإذا سلم هل نرد عليه السلام؟ إذا كان لا يصلي أصلا ويترك الصلاة متعمدا هذا كافر. إذا كان يقبل النصيحة ينصح، وإذا استمر ولم يقبل النصيحة فلا يسلم عليه، لا يسلم عليه بل يهجر. نعم، أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.